السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التحلية سهلة لذيذة ان شاء الله تعجبكم. كنحتاجوا فيها جوج بيضات، طبيصة ديال الملح، كاس سنيدة سكر، 14 غرام ديال سكر فاني، كنضربوهم كيرجعوا لنا على هذا الشكل. كنضيفوا لهم جوج معالق ديال زيت كبار، كنضيفو كاس ديال اللبن، كنحتاجو كاس ونصف من الدقيق، جوج معلقات كبار ديال الكاكاو، المر، في الاخير كنضيفو 14 غرام ديال الخميره كما هي. صافي كنجيبو المول ديالنا اللي غندخلو للفرن، كندخلوها الفرن الساخن على 180 درجة لمدة من 12 دقيقة ل 15 على حساب الفرن، العافية من الفوق ومن التحت. صافي هذه هي الكيكة ديالنا من بعد ما طابت، صافي هي هادي. من بعد ما قلبناها غادي نخليوها تبرد ونوجدو الكريم شانتي. صافي بالنسبه للكريم شانتي
نكبو معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر وربع لتر من الحليب. صافي كنضربوها. شونتيه ديال الموجوده صافي كنوضعو فوق منها الكريم شونتيه ديالنا. صافي وكندخلوها تبرد في الثلاجة على الاقل واحد نص ساعه. بالنسبه للقماش عندي هنايا 200 غرام ديال الشكلاط الحليب مع نص كاس ديال الحليب اللي غادي نذوبهم، وفي الاخير غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده او معلقه صغيره ديال الزيت. صافي هو هذا، من بعد ما ذوبتو غادي نضيف عليه الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده باش تعطيه اللمعه. صافي وغادي نخليوه يبرد ونضيفوه على الكيك ديالنا. صافي من بعد ما برد القناش ديالنا غادي نصبوه صافي حتى كيتسرح لنا على الكيكه ديالنا كامله. صافي هنا عندي شويه ديال الشكلاط حكيته، صافي هذه هي الكيكه ديالنا، كتجي لذيذه ومعلقه، داك اللبن كيعطيها واحد التعليكه زوينه وواحد المذاق زوين. نتمنى تجربوها.